بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة في مجلس الأمة مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي أمس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال البرلماني. أشاد الجانبان خلال الاجتماع بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين وما يجمعهما من قواسم مشتركة، مؤكدين حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وترسيخ قيم الديمقراطية وتثبيتها في إطار الاستقرار الذي تضمنه المؤسسات الدستورية. افتتاحية لهذا اللقاء تميزت بالكلمة التي ألقاها رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية المغربية محمد هادي الحويلة، التي أكد فيها على قوة العلاقات التي تربط بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان المغربي، والتي تعتبر ترجمة للعلاقات الاستثنائية التي تربط بين الكويت والمملكة المغربية بفضل الرعاية السامية لقائدي البلدين، ودعا إلى الاستفادة من قوة هذه العلاقات لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المتبادل على أكثر من مستوى. التقينا اليوم بمعالي رئيس مجلس النواب المغربي الشقيق، وتباحثنا مع معاليه وكذلك مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية حول مجمل القضايا التي تهم البلدين، ولله الحمد وجدنا هناك تطابق كبير في وجهات النظر، وهناك نية صادقة وإرادة فعلا حقيقية من الجانب الكويتي والجانب المغربي حول تنمية وتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين، وهناك الكثير من اللجان المشتركة التي تجمع البلدين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي وغيره من الجوانب الأخرى التي تهم البلدين، والمغرب حليف استراتيجي وشقيق للكويت. من جهته أكد رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة للمغرب بالنظر للعلاقات المتميزة التي تربط المؤسستين التشريعيتين المغربية والكويتية، وقال أن المغرب والكويت يتقاسمان قيم الديمقراطية الحقة والانفتاح على المحيط، والزيارة تبقى فرصة للبرلمان المغربي للاستفادة أكثر من التجربة المتميزة لمجلس الأمة الكويتي. كانت مناسبة للوقوف على مجموعة من المحطات التاريخية والعلاقات المتميزة التي تربط الشعب المغربي بالشعب الكويتي والحكومة الكويتية بالحكومة المغربية والعائلتين الملكية والعائلة الأمير في الكويت. سعداء كذلك بالوقوف على مجموعة من التفاصيل في العلاقات بين البرلمان المغربي مجلس النواب بالخصوص ومجلس الأمة الكويتي، تفاصيل كذلك حول تطور الديمقراطية في البلدين ودور البرلمانات في دعم كل وتأطير الديمقراطية في كلا البلدين. هذا وتعتبر مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية المغربية من أنشط المجموعات البرلمانية بالنظر للبرامج المهمة التي تسطرها والزيارات البينية التي تقوم بها في السنة. وتسعى مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية المغربية إلى الرقي أكثر بمستوى علاقات التعاون الثنائية لما فيه من خير بين المؤسستين التشريعيتين ومصلحة للشعبين الشقيقين، من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون لتأطير هذا التعاون وتفعيل التوصيات التي يتم الخروج بها في هكذا لقاءات وزيارات. كريم القرقوري، تلفزيون دولة الكويت، الرباط.